أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم. معكم إبراهيم إدريس في رحلة من ملامح في الذاكرة الإريترية. نواصل لقاؤنا مع الأستاذ إبراهيم قدم في تجربة الحركة الطلابية بعد أن تمكنت قياداتها وقواعدها من تأسيس أول اتحاد عام لطلبة إريتريا في المهجر، وكان مقر المؤتمر في الدولة السورية في مدينة دمشق. في هذا المؤتمر شارك كثير من الطلاب الإريتريين من الشرق الأوسط وأوروبا لأول مرة، جمعت أكبر حشد من قيادات الحركة الطلابية في إطار نقابي عنده يملك برنامج سياسي وبرنامج تنظيمي. أستاذ إبراهيم، ماذا كان دورك؟ ما هي المسؤوليات التي أنيطت عليك؟ وأين قدت هذا العمل في هذه المرحلة من المؤتمر التأسيسي إلى المؤتمر الاتحاد الأول؟ أيوه، في الفترة هذه أنا كنت في اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي، اللي كان مسؤولية الفرع بتاع القاهرة، وأنا كنت في فرع طلاب القاهرة يعني. ومنه لسوريا، وهنا لا بد من أنه نذكر الدور اللي كان للمرحوم عثمان صالح سبه، باعتباره موجود في دمشق والإمكانيات المادية كانت من المكتب نفسه يعني، للفندق اللي نحن كنا نازلين فيه وكم واحد الموجودين. وبعد نهاية السميدي طبعا لما رجعنا للقاهرة بدأت الأمور تمشي في الاتجاه العكسي، بدلا ما نحن في مؤتمر التأسيسي جاتنا الأخبار من الميدان، وأنه عملوا مؤتمر أدوبحة ونجح، وأنا جاتني رسالة من أخ أحمد سكرتير، لأنه كان في المنادلين جايين للعلاج. اسمي أحمد إبراهيم. أحمد السكرتير كان كتب لي من هناك وأنه نجح المؤتمر وحاجات تشجع يعني. وأنا بدوري كلمت الناس اللي في المؤتمر أنه كل أمور مشت كويس وكل شيء. لكن بعدين طبعا لما رجعنا للقاهرة بدأت الأمور ما بالاتجاه اللي كانت الناس تتوقعه، حصلت الانقسامات في الجسم بتاعت الثورة نفسها يعني، وعكس نفسها على الطلبة. شكل الانقسام، شكل الانقسام مثلا، نحن بدل ما كنا فرع واحد طلابي جبهة تحرير إريتريا وحركة تحرير إريتريا، هنا دلوقتي جات طرف ثالث يعني في المسألة، اللي هو اللي قوات التحرير الشعبية، بروز قوات التحرير الشعبية. أيوة، ناس عثمان أبو بكر والمجاميع اللي كانت معاه في الاسمية. تذكر أسماء من قيادات الحركة الطلابية في قوات التحرير الشعبية؟ هو كانوا في الأزهر أغلبهم، ما بعرفهم أنا كثير، كانوا من اللي كانوا معاي أنا كلهم كانوا في الخط بتاعت الجبهة يعني. عبد الله النعمان، ياسين، عبد النعمان من كان في قوات التحرير الشعبية. أيوه. طلبة يعني للأسف بقينا في اثنين اسمه يعني. تنظيمين. هل انشق الاتحاد بشكل رسمي؟ بشكل رسمي ما منشق. أيوه. لكن طبعا الانشقاق ينتظر المؤتمر الطلاب عشان ينتخبوا قياداتهم الجديدة. وهنا تحس أنه الاتحاد ما هو بنفس الاسم يعني. ونحن اللي كنا في الاتحاد العام لطلبة إريتريا في السكرتارية برئاسة سراج، غير
والدنك إيل بقى قوات التحرير، وعلى الكرار ما مشى مع ده ولا ده، لكن البقية نحن استمرينا مع بعض. طيب من القيادات بتاعت اللجنة التنفيذية للاتحاد العام، هل كانت لجنة تنفيذية ولا مجلس إداري في تلك الفترة؟ كان هي مسمينا السكرتارية سكرتارية الاتحاد التحرير. العام طلبة أي الزكية. انشقل وأبرز قياداته اللي انشقت، أنتوا مجموعة كان يقودها سراج فرقة موسى سراج عبده، مساعدته، أيوة، وقوة أخرى يقودها محمد عثمان أبو محمد بكر، عثمان أبو بكر، وده انشطار رأسي أيضا ينطبق مع الواقع أيوة. اللي هو ظاهر في القيادة لكن العامة والبعثة الخارجية. كلنا ما خلينا الاتحاد، يعني كنا في الاتحاد. لا يعني بس للمراقب لهذا أيوة. البرنامج واللي ما عنده خلفية، أيوة. حبيت أوضح أنه لا في لا شكلين، جسمين أيوة تنظيميين. مزبوط، هو أيوة. طيب اتحادكم، ودي مسؤوليتك في هذا اللقاء، أنك استمريت إزاي؟ ما دورك كان إيه؟ أيوة، أنا دوري طبعا باعتباري أنا ملتزم بالجبهة، كان اسمه إيه، كيف الاتحاد ده يستمر متماسك، ومهما كان الخلاف بيننا ما يكون في واحد خارج البيت ده، يعني اللي هو الاتحاد العام لطلبة إريتريا، وخصوصا نحن عندنا مقر واحد يعني. لكن الانشغال حاصل يعني أيوة، سياسيا في سياسيا حاصل. سياسيا في، أيوة. لكن في الاتحاد نحن كلنا موجودين. ودي طبعا بعدين جت الفترة بتاعت أنا بعد ما سنة 69 سنة 70 دخلت الامتحان النهائي، وسنة 70 خلاص هتفرق للجبهة. من 65 لغاية 70 70 أنت شبه طالب طالب. خلصتها، أيوة، شبه خلصت أنا الدراسة خمس سنوات الأكاديمية. الهندسة كان خمسة وأنا خلصت. أيوة. و... ما شاء الله، يعني كنت بتنجح سنويا وبتعدي أيوة رغم التزامك السياسي. المراحل دي كلها كنت عديتها معدي. أيوة، كمهندس كهربائي. كهربائي، أيوة. لكن مع وقف التنفيذ يعني. ده موضوع آخر. طيب هنا دورك، هل أنت شاركت في أي مؤتمرات نقابية أخرى في هذه المرحلة؟ لا، أنا شاركت زي ما قلت في مؤتمر طلاب فلسطين في عمان في الأردن، وشاركت في مؤتمر طلاب اليمن في صنعاء، في الاتحادات بتاعت الحركة الطلابية. أيوة، لكن برا منه أنا في ما كنت في. طيب هنا أحب أسلط الضوء، وده سؤال مباشر ليك، ودي تجربة قد يكون كثير من الناس ما بيعرفوها، أنكم أنتم كطلاب برضو يعني كان بتجمعكم أفكار سياسية، تنظير سياسي، ظهر ما يسمى بتيارات الماركسية، تيارات البعثية، تيارات الأخرى الاشتراكية وكده، هل هنا لعبت دور في كيفية استيعاب ما تم مثلا في الحركة الطلابية في فرنسا، في الاتحاد الطلاب العالمي، في اتحاد الشبيبة العالمي، في انقسام في المجتمع الدولي فيما يخص دول عدم الانحياز، المعسكر الاشتراكي، أين كان موقفكم من الإعراب من هو هذه الخطوة؟ طبعا المرحلة نفسها مرحلة بتاعت نضال حقيقي، هي واختيار فيها هو بين المعسكرين يعني، ما في خيار آخر. وما في خيار آخر، ونحن بالنسبة لنا كمان ما عندنا الخيار الثاني بتاع أمريكا ده، ما حقنا يعني. فاليسار هو اللي كان متاح قدامنا، ومحاولات مع الكتب بتاعت الدراسة، محاولة القراءة. هل صحيح أنه كانت هناك في خلايا بتدرس دراسات سياسية؟ أيوة، نحن كنا كوننا حلقة دراسية بمبادرة مننا نحن بنفسنا، الإخوان مين كان أعضاها؟ سراج موسى عبده، وعبد الله عمر ناصر، وعمر حمد سليمان، نقرأ بعض الكتب و... شخصك؟ أيوه، أيوه. بعض الكتب. هل التحق شخصيات أخرى معك؟ بعدين قدام التحقوا معانا المرحوم أحمد سعد هاشم، أحمد سعد هاشم؟
ايوه هو ابو بكر محمد حسن، ابو بكر محمد حسن الشهيد. ايوه ايوه بس ابو بكر انشق عن خطكم انتم، ما بعدين حيجي الانشقاق. ايوه لسه ما منشقين دلوقتي. ايوه وكلنا بشوف معناها هذا التحصيل الفكري والحوارات دي وصلتكم ايضا لمفاهيم تجاه قضية النقابات تكون كيف شكلها، تكون كيف. ايوه هنا أيوة. في الاتحاد ايوه وفي المحاولات بتاعنا في الجانب ده، والهم بتاعنا كان هو تطوير جبهة التحرير الإريترية يعني، والتجاوز من المرحلة اللي كانت فيها لمرحلة جديدة. ايوه للأسف في المرحلة دي هو اللي الانقسام حصل، وقوات التحرير الشعبية طلعت من الجبهة. ايوه والاخوان اللي كانوا معانا ابو بكر مشى سوريا، تخرج من كلية علوم قسم جيولوجيا ومشى، واحمد يمكن احنا خليناه لكن مشى ليبيا بعدين بعد ما تخرج. ايوه بعد ما تخرج، ونحن الأربعة واصلنا بالاسمية بتاعت الجبهة يعني، عمر حمد سليمان وسراج وعبد الله عمر ناصر وأنا يعني. أنا بعدين جاء الشهيد عبد القادر رمضان جاء من فين عبد القادر رمضان؟ جاء من الميدان وماشي لليمن، فقال وقبله جانا محمد أحمد عبده وعبد الله إدريس، وقالوا أنه في لجنة تحضيرية سراج وابراهيم اعداء فيها، فانا خلاص القياده العامه كونت قرار من قرارات التكوين. ايوه ايوه تأسيس في لجنه تحضيريه كانت اصلا أيوة. من مؤتمر ذوبحة. ايوه بعدين كملوها من الخارج بطلاب في الشرق الاوسط واوروبا، و من اوروبا جاء ادريس بادمو من السويد وحروي بايرو، واللي كنا من القاهره نحن الاثنين، وابراهيم ادريس حمد ادم من سوريا، وعمر محمد من العراق. وقالوا في اجتماع حيعقد في شهر 12 سنه 70، وانا مشيت عشان اخش، عندي وقتها انا جواز اثيوبي. ايوه ما يدون السودانيين تاشيره، مشيت دمشق، ومن دمشق مشيت بغداد، والعراقيين ادوني وثيقه السفر العراقيه، وبيها عملوا لي تاشيره دخول للسودان. جيت السودان، وصلت السودان بالضبط يوم الدفن بتاع عبد الناصر. تكلم عن سنة سبعين. سبعين. أيوة. أنا لما وصلت ثمانية وعشرين أظنه في سبتمبر أو أكتوبر يعني، ما يمكن سبتمبر. أنا لما وصلت العراق في الفندق، فندق اسمه فندق الأعيان، فيه فتح الروادي وقرآن كان. أيوة. وإيش حصل؟ عبد الناصر توفى. كم يوم ودونا تأشيرة، مشيت وصلت عن طريق بيروت بالميدل إيست. كانت في الميدل إيست من بيروت لأيه الخرطوم. أيوة فمن كانت من ميدل إيست من بغداد لبيروت. أيوة. وبعدين تحول في المطار لميدل إيست تانية، تمشي للخرطوم. للخرطوم. أيوة. أيوة. مشيت اليوم اللي وصلت فيه كان يوم الجمعة، ويوم الدفن بتاع الناصر، فالبلد مشلولة يعني، كأنه مات وقاعد يدفن في الخرطوم. تقول أنت عشان أرجع لحركة طلابية وما أطلع من مخط الاتحاد العام، اللجنة التأسيسية من قياداتها كان في علاقة جديدة بديتوها مع طلابكم في أوروبا، مكنتكم بأنه هذه القوة مع القوة الموجودة في الشرق الأوسط من الأسماء اللي انت حددتها، أنه يكون عندكم علاقة مباشرة مع نتائج مؤتمر أدوبحة. ده خط سياسي. خط آخر زي ما ذكرته وانت مسؤول عنه في شرحه الآن، اللي هو خط قوات التحرير الشعبية والحركة الطلابية اللي كان يقودها المرحوم عثمان أبو بكر وعبد الله النعمان وآخرون في هذا الإطار. طيب دلوقتي تشبعته بفكر ثوري، بنظريه ثوريه، برؤى
كانت واضحة في زي ما تفضلت أنه هذا الصراع يعني لا خيار بين اختيار أحد مساراتهم، واخترت هذا المسار. هل هذا المسار كان عنده صدى في هذا التحول في داخل إريتريا، بمعنى أنه هل كان في تيارات أيضا تفهم هذا الصراع، أنه الصراع الدولي ده واخذ إطار واضح في الصراع بين المنظومتين؟ هو الوضوح موجود، لكن كمان في يعني لأنه شيء ما معلن اللي نحن كنا بنعمل فيه كجبهة معلن، هو أنه نحن أمريكا ضدنا هي، ونحن لابد نبحث عن أصدقاء ومن يساندنا وكذا، لكن يظل الكل موجود في إطار الجبهة. الجبهة يعني أيوة. في الفترة دي نفسها 68 زملائنا اللي كانوا في الخرطوم ولا في أو في الميدان، وأغلبهم كانوا في السودان، ديل كانوا كونوا حزب. حزب سري. حزب سري، واللي هو حزب العمل الإريتري. ونحن علاقتنا بالحزب بدأت أنه المرحوم عبد العمر ناصر مشى في إجازة للسودان، والتقوا به هناك وفهموا المسألة وفهمها واستوعبها وبقى جزء منها، وبعدين جانا نحن، ونحن باعتباره زميلنا وكان معانا كمان أخذنا الفكرة نفسها. فأنا لما مشيت وأنا عدو في حزب العمل يعني في للخرطوم. تم تأطير عبد الله في الأول. أيوة. منهم في زيارته للسودان. أيوة. هو جاء ساهم في. وبلغنا، وبعدين جاء الشهيد عبد القادر رمضان واجتمع معانا. أكد على نفسه. أيوة. على أيوة. أساس إنه رسميا نكون نحن نقبل بالفكرة دي، نكون أعداء، وبقينا أعداء يعني. هل زملائكم الآخرين شاركوكم نفس الموقف في بغداد مثلا أو في أوروبا؟ تقريبا، لأنه ما عندي فكرة، لكن هم نفس اللي يمكن حلقات دراسية أو حلقات اسمية كانت موجودة، وزي ما قلت لك يمكن قبلنا كان الوعي الثوري والتيار اليساري، اسمي ناس عمر محمد وغيرهم كانوا. أيوة. قبلنا في المسألة هذه. أيوة. هل ممكن نقول مثلا قيادات زي دكتور هابتي، زي دكتور أرغاي هابتو، زي فصوم قبرس اللاس، زي عبد القادر كربلاء، دكتور يحيى جابر، هؤلاء كلهم جمع علي بخيت، ده كلهم صب في نفس التيار ده. أيوة. أيوة. لكن حس أنا ما أقدر أقول مين اللي كان. لا، مسألة العضوية ما العضوية دي ما عنده، ما بعرف. طبعا باعتبار تنظيم سري. أيوة. أيوة. لكن الناس هي الفكرة كانت كويسة، لأن التيار اللي كان وقتها جاذب، والتيار اللي الناس كلها سميت عمل فيه هو التيار اليساري. اليسار ده هو اللي داعم للقوى التحرر، داعم للناس اللي عاوزة تطلع من الاستعمار في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية، في آسيا، ونحن جزء منها. فالفكرة راقت لنا ونحن بقينا في تتعاونتوا. ده من جانب إيجابي، هو أنه أنت عاوز تطلع من النقطة بتاعت القبلية والإقليمية والطائفية اللي أساساً نحن بنعاني منها. أيوة. يعني ممكن الناس ممكن تقول لك ديل ملحدين أو ديل شيوعيين والاسم يطلع لك الاسم، لكن ما كان في هذا الاسم يعني، لأن أولاً مني أنا ما بعرف الثانيين، لكن أنا بالنسبة لي كانت جبهة وطنية ديمقراطية يعني، كنت أقول أكون ديمقراطي وما أميل لهذا الاسم اللي موجود، واللي هو القبلية موجودة والطائفية موجودة
المناطق موجودة. فمن الجانب ده كويسة هي وفكرة، لكن من جانب آخر كان ما من حقنا نعمل كده. نحن أجحفنا في حق الآخرين اللي كانوا في الجبهة قبلنا وأسسوا وعملوا. نحن لما نعمل حزب ويكون نسمح لنفسنا معناها قاعدين نخرق الجبهة. هي جبهة وطنية، الجبهة الوطنية المفروض تحافظ عليها وانت في داخلها يعني. أما انت تعمل في داخلها حزب معناها انت أخليت بالقانون اللي انت بنفسك عملته يعني. طيب هنا رصد الحقيقة وتحليل سياسي أيضا لما تم. احنا بنكون هنا شهداء على العصر والوقايع، والكل في جزء منه من التاريخ مستوعبه، في جزء تاريخ من التاريخ مغيب. هذه فرصة انك وده يعني شرف لنا انك تكون معنا وتذكر حقائق لم يذكروها الآخرين بهذا الوضوح وبهذه التسمية. ورغم ان عندك تحفظ على جزء من مساراتها، إلا أنه هذا التنظيم تم إنشاؤه وتم تعضيده من الحركة الطلابية واستمر في هذه الثورة باعتبار أن قياداته معظمها اللي وصلت للقاهرة من باسم القيادة العامة كانت هي أعضاء في القيادة هذه. طيب هذا العمل كان مصبه الأساسي أو نقطة ارتكازه هو معاداة القبلية الطائفية، الأدوات اللي كانت بتودينا للخلف ما بتخلينا نلتقي مع القوى الثورية في هذه المنطقة. وده تحليل أيضا مشروع في التفسير للظاهرة في حد ذاتها. طيب التنظيم قرر أنك أنت تكون عضو في اللجنة التحضيرية، ده تعيين معناه. مين اللي عينكم؟ اللي عينون اللجنة القيادة العامة. القيادة العامة. القيادة العامة. جاكم خطاب رسمي؟ أيوة، زي ما قلت لك القيادة العامة في مؤتمر دوحة كان كونت لجنة تحضيرية. أيوة. من المقاتلين من الجنود. بعدين في اجتماع تاني عملوه واللي اختارونا فيه نحن القيادة العامة قالوا نكملوا بالطلبة اللي موجودين في الفروع الخارجية. أيوة. ومن هنا دخلوا العناصر اللي سميتها من الطلبة من حروية اللبايرو. أيوة. بادمي إدريس بادمي. بادمي سلوم عاشو كان معه؟ لا لا سلمون ما كان عنده، كان عنده مؤتمر فقط. أيوة. من رومانيا. من رومانيا برضو ما دخلوا. أيوة. ما كان في حد دخل من غير إدريس بادمه وحروي في اللجنة. وسراج مسعبد وإبراهيم قلم. أيوة دير وإدريس إبراهيم إدريس حمد وعمر محمد. من الطلبة اللي جوا للميدان قبل ده. أيوة. إدريس حمداي. إدريس حمداي كان تخرج من بغداد. أيوة. ومن الطلبة كمان من بغداد محمد علي إدريس لباب. محمد علي إدريس لباب. أيوة. أيوة. وحمد نور أحمد تخرج. محمد نور أحمد كان تخرج. أيوة. من بغداد. ديل في اللجنة التحضيرية. أضافوهم في اللجنة التحضيرية. اللجنة التحضيرية. طيب عشان المشاهد يكون معانا، في مؤتمر دوحة قبله على دائم مش كده؟ أيوة. مؤتمر دوحة مؤتمر عواتي. سوري مؤتمر دوحة إلى مؤتمر عواتي. في مؤتمر عواتي اللجنة التحضيرية اجتمعت. أيوة. طيب ده جزء أنت انتقلت فيه من الحركة الطلابية كلية إلى أنك تكون عضو ناشط في العمل التنظيمي، هل ده يعني أنك كان قرار أنك تمارس الكفاح المسلح؟ ايوه، هو من ما انا قبلت يعني ترشيحي في الاسميه، واصلا كان مقرر من الحاجات اللي نحن الاربعه اللي كنا مع بعض عاملين هي انه اول ما نخلص نمشي الميدان. ده قرار. ايوه قرارنا نحن لا يناقش. ايوه. اوكي، عشان كده الخريجين ينضموا للكفاح المسلح. ايوه. وبعدين لو تذكر في فترة متأخرة كان جاء القرار أنه الخريجين لازم يلتحقوا بالميدان. ده صح. ولكن طبعاً اللي نفذوا ما كثير. ما كثير. من اللي نفذوه. دلوقتي ذكرت هم داي التزم. هم داي. عثمان همد.
عثمان محمد عثمان محمد الله يرحمه الله يرحمه ايوه ومحمد نور احمد محمد نور احمد عمر محمد عمر محمد عمر محمد شخصك ايضا ايوه ايوه هؤلاء برضو جاء في الصوم قبل سلاس ودكتور يحيى دكتور يحيى قبله قبل المجموعه دي جو فمعناها في جيل تعلم وتخرج من جامعات وعنده دراسات مهنيه اصر وفهم انه في هذه المرحله التاريخيه انه لازم يشارك مع نفس القوه. كنا نسمع دكتور أميلكار كابرال كان طالب في في البرتغال، نسمع عن دكتور أغسطينو نيزو دكتور متخرج مشى لأنغولا، نسمع قيادات كثيره جدا من الثوره الفلسطينيه وطلاب في الاتحاد كانوا شاركوا تيسير قبعة سميح محمد سميح بس بسيسو بسيسو من يعمل فمعناها انه في جيل في المنطقه في الشرق الاوسط وفي افريقيا آل على نفسه انه يسيب كل هذه الشهادات وكل هذه الفرص ويتجه نحو بناء مشروع الوطن الديمقراطي في دوله. أيوة. ده كان مرحله تاريخيه انتم كنتوا جزء منها. ايوه وبعدين طبعا كان واحد من الحاجات المؤثره هو فرانس فانون. انه كان في ده المثال ايوه في الثوره الجزائريه كتابه معزبه يعني كان زي الاسمين الناس تقراه كلها يعني ايوه تناقشه وتعمل اسمه كنت تقرا الكتاب ايوه من احدى الاشياء أيوة المثقفين اللي في اليسار ده واحد من الكتب اللي الناس كلها كان الدليل نظري أيوة بالنسبه لها ايوه ايوه وبعدين بس مش كلام يعني او قراءه او اسمه تشارك بنفسك في العمل نفسه أيوة. أيوة. ده معناه انتم قاعدين تطبقوا مشروع أنطونيو غرامشي اللي هو يقول ان المثقف العضوي هو المثقف اللي بيشارك جماهيره وبيضحي بقدراته بيوظفها في اطار الثوره الاجتماعيه الاقتصاديه السياسيه ودي منحة انتم اخذتوه. طيب نرجع للجنه التحضيريه، انتم كمثقفين انتم كناس اصحاب فكر شنو قدمتوه جديد ما قدمته الثوره الاريتريه قبل كده؟ والله هو ما قمنا نحن به فيه المحورين، محور بتاعت انه اولا العمل انجاح المؤتمر عبر اجراء انتخابات في الوحدات المقاتله وفي الجماهير الاريتريه والاشراف عليها من اللجنه التحضيريه وبمعاونه مجموعه المؤتمر بمجموعه خارج اللجنه التحضيريه اخترنا ناس يساعدونا في المهمه لانه من رحيتا الى ام حجر ومن زالمبس او ملخصيته لغايه قروره دي منطقه كبيره عشان كده كان عندنا الاسم ايه يعني مساعدين بكل الاسم دي واحده من الحاجات تقدر تقول عليها الجانب الفني يعني الجانب الفني الفني أيوه. الجانب النظري كان هو البرنامج برنامج سياسي للجبهة وبرنامج تنظيمي واللي هو تحديد قوى الثورة مين هي قوى الثورة مين أصدقاء أصدقاء مين أعداء أعداءها كل ده كان من الأشياء اللي نحن في اللجنة التحضيرية الوثائق دي جهزناها عشان نخش المؤتمر يعني. طيب المؤتمر القيادة العامة في حد ذاته والمؤتمر لقاء مؤتمر عواتي ده سبقوا نضالات حقيقية في نفس الشعارات الثلاثة الأساسية اللي كنا سمعنا عنها وحتى احنا في سلسلة هذه الملامح من اللقاءات تحدثنا عنها كثير من عبر قيادات وكوادر سياسية حول قضية القيادة لازم تكون من الداخل وتوحيد الجيش والوصول للمؤتمر الوطني. انتوا انعكاسا لما تم في مؤتمر أدوبحة وصلتوا لنفس هذا القرار وهذا التوجه عبر اللجنة التحضيرية. سنقف عند هذه النقطة و نأمل أن نواصل هذا اللقاء وإلى أن نلتقي
مساكم الله بالخير وصبحكم أينما كنتم. معكم إبراهيم إدريس ونستابع معكم مع حوار المناضل إبراهيم قدم في حلقة تواصلية أخرى. عندنا مهام تانية اللي هي إجراء الانتخابات في مناطق رقم 4 ورقم 5 ورقم 6. أصلاً اللي يجي من أديس واللي يجي من أسمرة كان ينزل لعشومة في بحر بارع. مرحوم أحمد كل ما تقابل وتجي سيرة الرحلة بتاعنا دي يا رب الولد داك موجود ولا لا يقول لكل مرة. الاثنين مقاتل اللي معانا في من الجماهير زي 4 ولا 5 واحد جايبين لهم أكل وجايبين لهم موية لأن الجبل فوقهم.